الشاق نلقاه من كم نهار زاد طقت بشقة، بس العمال الله ستر كانت بعيدة عنهم. شفنا من كم يوم مفخخات اثنين، حتى كنت أنا أفك بيهن أفكرهن بافون. لما جمع الولد اللي يشتغلون معنا قالوا له هاي غنم. الاطفال هي الدحيح جاري بحال، يعني انت شلون عايشين استعيشه كذان؟ انت عندك طفل تعيشه كذان العيشه؟ لا عيشه رها كذان العيشه.